شيف دي إله، مساء الخير. مساء الخير خويا طلال، كي داير؟ لاباس كدير عليك؟ لاباس، عواشر مباركة، بصحة وسلامة وكل ما تمنيتي إن شاء الله. علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، نبارك لكم هذا الشهر الكريم هذا، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء كيف الله، ويبعد علينا هذا الوباء هذا. غادي إلى فهمي مع الحجر الصحي؟ لا الحمد لله ترونكيل، راني انا اختاريت الحجر الصحي في الباديه، مزيان. جيت للباديه وترونكيل هنا مع الوليدات ومع العائله ومع الاخوان ديالي هنايا، ترونكيل الحمد لله. شنو هي الرسالة ديال فهمي الجماهير ديالو اولا، والجماهير الرجوي بصفة خاصة، والجماهير المغربية في هذه الظروف اللي كيعيشها العالم، الظروف اللي صعيبة وصعيبة بزاف، شنو هي الرسالة ديال عبد الإله فهمي؟ الرسالة ديالي هي كنقول للشعب المغربي باش يبقاو في ديورهم، هاد الوباء راه وباء خطير وصعيب، والحمد لله الدولة والمغرب أخذ جميع الاحتياطات الحمد لله، وصاحب الجلالة أخذ بادرة طيبة بدا من الأول ديال هاد الجائحة هذه، الحمد لله وقف مع الشعب المغربي، وكنتمنى من الله ان شاء الله يبعد علينا هذا الوباء هذا، ونكون واعين بهاد المرض اللي كاين بانه راه مرض خطير، والله يبعده علينا كما كنقولوا. فهمي، قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال المسار ديالك واهم المحطات اللي دوزتها في المسار ديالك، نهضروا على الفريق الام ديالك اللي هو فريق الرجاء الرياضي، واللي كنتي من احد الناس اللي شرفوا على التكوين داخل مركز التكوين نادي الرجاء الرياضي لمجموعه من السنوات، والان العمل اللي قمتي به السنه الماضيه اعطى الاكل ديالو هذه السنه. شفنا مجموعه من اللاعبين كزريده، كمذكور، كمجموعة من اللاعبين اللي الآن تحقوا بالفريق الأول، فأولا الرأي ديالك في هاد اللاعبين اللي الإطار الوطني فتحي جمال وضع فيهم الثقة وتم المنادات عليهم الفريق الأول؟ والحمد لله كان واحد العمل جبار اللي كنقوموا به بالنسبه لي انا، ولا في ذاك الوقت فاش كان لادجوان ديالي بشعيب مباركي، الحمد لله قمنا بواحد العمل في المستوى، عرفنا كاينين طاقات الحمد لله في المدرسه ديال الرجاء، لكن كان خاصهم واحد العمل باش يكملوا باش يكونوا في المستوى اللي كيطمح ليه فريق الرجاء، لان حتى حنا دوزنا لعبنا في الرجاء وعرفنا شنو هو الجمهور ديال الرجاء، لان ما يمكنش تعطي واحد اللاعب اللي ما يكونش في المستوى ديال تطلعات الجماهير الرجاويه. الحمد لله بانوا لاعبين في المستوى، وبان كامل الزريده، ومازال الاخرين الدراري الاخرين اللي ما تعطاتهمش فرصه اكثر، لكن ان شاء الله غادي يكونوا في المستوى من هنا لقدام ان شاء الله. فهمي، واحد اللاعب اللي ما جبدناهش هو الحارس الثالث لنادي الرجاء الرياضي اللي كان كيلعب معك كرسمي السنه الماضيه، كنتكلم على امير الحداوي ابن لاعب الدولي السابق ولاعب الرجاء الرياضي مصطفى حداوي. فالراي ديالك في هذا اللاعب هذا اللي او هذا الحارس مرمى اللي تعطاته الفرصه الان، هو كاين هو الحارس الثالث بعد انس زنيتي وبو عميره، وكاين انس الحداوي. أنس حداوي عنده واحد المؤهلات أمير كبار جدا، أمير حداوي أمير حداوي اسمح لي. أمير حداوي هو تعطاته من عند الله سبحانه وتعالى، بأن الأب ديالو الحمد لله طويل مصطفى الحداوي اللي من هذا المنبر كنحييه، القامة ديالو الحمد لله طويلة، وزاد أكد في التقنيات ديالو داخل المرمى، لأنه كنا كنعولوا عليه بزاف، غيكون عنده مستقبل كبير إن شاء الله في داخل القلعة الخضراء، لأنه برهن بأنه يستاهل يلعب بعد في الإسبوار، وهذا ما جاش عطيناش ليه حنا كادو، جاب العبل ديالو جاب وستعرف بأنه محترف في الدماغ ديالو في الدماغ بزاف ديالو بزاف، عنده فالدماغ ديالو داخل ليه الاحتراف، الدماغ ديالو 100%، وكيكون مركز
اكثر في التدريب ديالو وكيخدم مزيان في لي زونطريمون ديالو، ولاعب بكل المواصفات ان شاء الله، حارس غيكون بكل المواصفات ان شاء الله، يكون عالمي ان شاء الله. كنتمنى له التوفيق من هذا المنبر ويكمل في المسيرة ديالو. الان هو ثالث غارديان في الرجاء، لكن راه كنعرفوا بان كاين دي ماتش ان شاء الله من بعد هذه الجائحه، غادي يكونوا دي ماتش كثار، وداك الشيء ضروري ما غتتاح ليه الفرصه. غير ملي تتاح ليه الفرصه من هذا المنبر كنقول ليه الا هزيتي داك المايو ديال فريق الرجاء ما خصكش ترجعه عاوتاني، خصك تكون ضد تكون قد المسؤوليه، وقد المسؤوليه ديال داك القميص، وقد المسؤوليه ديال الجمهور الرجاوي، باش تكون في المستوى ان شاء الله. نتمنى له حد موفق، ليه والباقي الشبان اللي تألقوا هذا الموسم بشكل كبير مع نادي الرجاء الرياضي في جميع المسابقات، لا في الكأس العربية ولا في البطولة ولا حتى في كأس عصبة الأبطال الإفريقية. فهمي، نتكلموا على الفريق الأول واحد شوية، كيف جاوك النتائج اللي حصد عليها الفريق في هذا الموسم هذا؟ شفنا الآن الفريق كان غير مقبل على لعب نصف نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية، كان أيضا غيلعب كأس ماتش ريتور ديال كأس محمد السادس نصر الله. فكيفاش كيبان لك التركيبة ديال فريق الرجاء الرياضي هذا الموسم والنتائج اللي حصدوا عليها في ظل الأطر اللي كيشتغلوا اللي هما أبناء الفريق أبو شروان لادجوان يوسف سفري وأيضا جمال السلامي؟ اللي يمكن لي نقول بأنه الرجاء، فريق الرجاء البيضاوي كان غادي في الطريق الصحيح، ورغم ذلك كانوا عدة مقابلات اللي شفنا، كانوا لعبوا دي ماتش الأربعاء السبت الجمعة ثلاث، كان صعيب عليهم باش تلقى واحد ليفيكتيف، صعيب صعيب، وباش تكمل في هاد النتائج اللي كانوا بكل صراحة كانوا نتائج في المستوى. كان في المقابلات اللي كانوا صعاب كانوا في الموعد دراري، لا الجمهور حتى هو اللي ساند كتير، الحمد لله شفنا جمهور اللي كيدخل ثلاث سبت جمعة، الوقت اللي قلت لهم كيكونوا في الملعب كيبيو النداء ديال الفريق ديالهم. كانت الأمور غادة في المستوى، شلنا بأنهم هما في دومي فيناليست في كوب دافريك وفي كأس العرب حتى هو، وفي الشامبيونة غاديين في لاكورس، الحمد لله هذا نتائج اللي في المستوى يقدر يتمناها أي فريق في المغرب، والحمد لله برهنوا بأن كاينة مجموعة في المستوى، وكاينة إدارة اللي كتخدم، كاين مكتب اللي كيخدم في المستوى، اللي راسم الطريق ديالو الصحيح باش يدي هاد الألقاب اللي كيتسناها الجمهور، لأنه ماشي بالسهل تلعب على أربع واجهات، هي صعيبة صعيبة بزاف، لكن اللاعبين كانوا في المستوى، كنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله يكملوا في هاد المسار هذا. فهمي، الموسم اللي فات كما ذكرت قمتي بموسم كبير مع الفئات الصغرى ديال نادي الرجاء الرياضي، كنتو قراب باش تفوزوا بالبطولة، كنظن خسرتو مع الكوكب في آخر جولة. كنا كنتظروا فهمي نشوفوه في ليكيب أ، وهذا كان ماشي الرأي ديالي الشخصي ولكن الرأي مجموعة من المتتبعين اللي تبعوا المسار ديالك الموسم الماضي مع الرجاء. ف نرجعوا شوية للوراء، كيفاش جا الانفصال مع الرجاء، وكيفاش بديتي مع نهضة الزمامرة؟ الحمد لله كنت غادي مع الفريق من بعد، انا كنت باش يعرف الجمهور خدمت فريق الرجاء البيضاوي في الفئات الصغرى، كنت مكلف بفئات العمرية ديال لا ليغ ديال العصبة، وحققنا نتائج الحمد لله في لا ديريكسيون تكنيك. من بعد ملي تعطاتني المهمه ديال باش نشد اونترينور، باش نكون اونترينور ديال لي سبور، الحمد لله قبلت، ولان صعيب صعيب باش تشد فريق امل فريق الرجاء البيضاوي، لانه بحال شاد فريق الاول. كانوا لاعبين في المستوى، قدمنا واحد العمل رائع جدا،
عطينا لاعبين في المستوى، حاولنا نبروغريسيهم. هاد الوليدات كان عندهم، كان عندهم بانه في رجليهم، ما نقولوش بان احنا اللي درنا، راه كانوا مؤطرين حتى هما قبل منا، خدموا حتى هما، يلا يجازيهم بخير وعطاو لهاد الوليدات. لكن حنا كملنا هذيك لاتوش بروفيسيونيل اللي خصو باش اللاعب يكون في الفريق الاول، خصو يكون في المستوى، لانه عطينا شي حوايج اللي عشناهم حنا في اوروبا اللي غيلقاو معاهم اونترينور اوروبيا اللي غادي يشد الراجه ولا المهم غياخذ خداو بزاف ديال الحوايج، لا مونطالمون، لا تقنيا، لا بدنيا، كل شيء عطيناهم باش يكونوا في المستوى، لان حنا لعبنا في فريق الرجاء وعرفنا الجمهور الرجاوي اشنو باغي. الحمد لله فهمي ملي كان في الرجاء تحارب من طرف شي ناس تما، الله يسامحهم في هذه الشراده، واش فهمي يدير هذه النتائج الايجابيه باش يمشي لقدام. لكن الحمد لله الله كبير، الفريق ديالنا حيت فهمي كانت بزاف ديال الاخبار كتروج بان انت كنتي غتكون مساعد الاول ديال باتريس كارتيرون في واحد الوقت، من بعد تفاجئنا تلقيناك في فريق نهضه التزامر. كان عيط عليا كارتيرون، كان عيط عليا وتكلم معايا، لان كارتيرون لعب ضدو انا في فرنسا ملي كان هو في سان تيتيان، كنت في ليل ملي كان سان تيتيان، وملي كان في ليون هو كان في ليون افو، عاوتاني لعب في سان تيتيان، لعب ضدو وتكلم معايا وهادي، وقال لي راني بغيتك وهادي. لكن كان واحد الشخص الله يسمح ليه هو اللي كان الوراء المحاربه ديالي انا، غادي نقولها بالطبع على شي حاجه الجمهور الرجاوي. لكن الحمد لله احنا ما بغيناش، خرجنا اعطينا الرجاء، والرجاء عطاتنا وحنا ولادها طبيعه الحال وجمهورنا اللي ما غاديش، الجمهور اللي عطانا شيء كثير الحمد لله، الفضل ديالو كله كيرجع للجمهور الرجاوي. خليناها، قلنا ما غاديش نهضروا، غادي نمشيو ترانكيل، والخير فيما اختاره الله. طبيعه الحال احد الى تسد واحد الباب راه كيتحلوا ابواب، حنا مكملين العمل ديالنا، والجمهور الرجاوي راه كيعرفنا مزيان وكيعرف كل واحد على حقيقته، حنا مكملين العمل ديالنا، وغادي واحد النهار غادي نرجعوا الرجاء البيضاوي ان شاء الله لبالا ان شاء الله، وهذا هو الحلم ان شاء الله. وكنلاحظوا بان اغلب المؤطرين الان المتواجدين في مركب الوزيز، يعني في مركز التكوين ديال الرجاء البيضاوي، راه واحد 90% ولا 95% راه ابناء الفريق، ودائما فهمي وكان دائما موجود ملي كتصل به الرجاء، ونتمناو علاش لا بان ترجع الفريق الام ديالك، لا في ليكيب ا ولا في ليكيب اسبوار، وكما انت لعبتي كره كما كنقولوا مع العلماء، لعبتي في لو او نيفو ديال الكره، فريق قليل راه ماشي بالسهل تلعب تشامبيونز ليغ، تلعب مع فرق كبيره، وبالتالي التجربه ديالك خص لا سيما لي جون اللي الان في اطار التكوين في الرجاء. فهمين نهضروا شويه على نهضه الزمامره، شنو كان البرنامج ديالك هاد السنه معاهم في الاداره التقنيه، كيفاش تفاعلتي مع الفئات العمريه تما، شفنا بان بعد بدايه عبد الاله فهمي مع فريق نهضه الزمامره، يعني حتى في اطار التكوين دخلت لهم واحد اون استراتيجي، واحد دي نوفيل فورمول دو فورماسيون، فكيفاش كانت البدايه ديالك مع نهضه الزمامره كمؤطر؟ الحمد لله خديت لا ديريكسيون تكنيك ديال نهضه الزمامره، كان اتصل بي السيد الرئيس السي عبد السلام بالقشور، وحبت الفكره ومشيت خدمت فريق الزمامره، لان واحد فريق الزمامره ولا الزمامره لان حتى بلاد الاجداد ديالي، ولبيت الطلب الحمد لله. هاد السنه هادي كان بزاف ديال الحوايج اللي كانت متغيره، لكن الحمد لله اعطينا دخلنا واحد استراتيجيه ديالنا، استراتيجيه رجاويه كما كنقولوا، اللي كيبغي خصو تعرف واحد الحاجه، لان السي عبد السلام كيبغي الكره، كيبغي لو جو ديال الرجاء اكثريا،
والحمد لله دخلنا هو واحد عبد الطريق السلام رجاوي، عبد السلام بالقشور في الاصل ديالو رجاوي. المهم هو ما كيبغيش يقول، ولكن دخل الطريقه ديالو اللي كيبغي لو ستيل دو جو ديال الرجاء. الحمد لله دخلناه الفئات الصغرى كامله الحمد لله. ما نقولش لك لا كونديسيون دو ترافاي اللي كاينه في الزمام راه الحمد لله كبيره، داك الشيء في المستوى الرائع، عطينا جميع الصلاحيات، كاينه لا ميسكيلاسيون لا ريستوراسيون لا بالنسبه حتى للدراري، واحد 20 جوار لوجيناهم في واحد المركز كما كنقولوا ديال التكوين، باقي يلاه بادي، لوجينا واحد 20 جوار اللي في المستوى الكاليتي كبيره. جبنا الحمد لله 7 شهور، عطيت 8 اللعابه اللي جيناو كونترا مع الفريق الاول، 7 اللعابه سيناو مع الفريق الاول من ليسبوار، سيناو مع الفريق الاول والاهم هو حتى شي جون من زمامر ما عمره مشى ليكيب ناسيونال من الفئات الصغرى. الحمد لله السنه هذه تحقق هذا الشيء. مشى واحد الوليد في الاي دي سات 17 عام انا في سونتر، مشى ليكيب ناسيونال، وواحد جوج الوليدات حتى همايا في المينيم، ومازال جاي غير مع جات هذه الجائحه هذه وتحبس، كانوا غادي يمشيو لاعبين اخرين اللي في المستوى، كاينين طاقات شابه هنا في النواحي، لا كونديسيون فيزيك ديالهم داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، غير خصك انت تخدم عليهم الشيء الاخر. الحمد لله كاينين وليدات اللي قلت للسي عبد السلام بالقشور بانه غادي نعطيك واحد 24 جوار اللي غادي تبقى هنا واللي غتلعب في يعني الفريق بير الاول، ايكونو بير برودوي ديال نهضة الزمامرة، بير برودوي ديال نهضة الزمامرة اللي غادي نبقاو، هادو هما اللي غادي يحاولوا يدافعوا على الفريق، لانه واحد الابناء ديالو، واللي غادي يحاولوا يجيبوا جمهور، لانه واحد الابناء ديال هذه المنطقه الحمد لله كاينين وليد في المستوى. نطلبوا من الله التيسير ليهم ان شاء الله باش يكونوا حتى هما يفيدوا العائلات ديالهم ويفيدوا الاصدقاء ديالهم ان شاء الله من القدام. عبد الاله، شفنا تبديل المدربين في نهضه الزمامره، شفنا يوسف فرتوت اللي بدا مع الفريق، اللي بدا في بدايه يعني ممتازه، كان انتصر على نادي الرجاء الرياضي فوق الدار في كاس العرش، كمل في المباريات، كان غادي مزيان في البطوله. المهم بعد الهزائم المساله عاديه، فريق يلا طلع من القسم الوطني الثاني القسم الوطني الاول. بعد شفنا استغناء على الاطار يوسف فرتوت، مجيء ديال المدرب سعيد شيبه اللي قام بنتائج كبيره، شفنا انتصار كبير على النهضه البركانيه بحصه كبيره، بقاو النتائج غاديين معاه. فالراي ديالك، واش الخدمه اللي كان داير فرتوت مكمل عليها شيبه، ولا شيبه سعيد جاب استراتيجيه جديده؟ فكيفاش كتشوف، كيفاش عبد الاله فهمي كيشوف هذا التغيير؟ اولا كنشكر يوسف فرتوت لانه صديق ديالي، ولعبنا اونصومبل ولعبنا ضد بعضياتنا ملي كان هو في الوداد، ولعبنا في المنتخب. يوسف كاين فرتوت معنا قدم، سامي تاج الدين، اسمح لي قاطعتك، معنا سامي تاج الدين في اللايف، اللي كي سامي تاج اللي الدين تحية قال احسن اريا دروا، قال لك تهلا في تيميزو، لاعب لي منتوج خالص لمدرسة الرجاء، تيميزو اللي كي كنظن كيلعب في نفس البوست ديال تاج الدين ياك. تيميزو هو المعطي، المعطي، هو هو اللي دخل، هو اللي لعب هذا الموسم مع الرجاء. لا المعطي كيلعب اتاكون دروا. اوكي. قلت لك يوسف قدم واحد الحمد لله واحد العمل اللي يشكر عليه داخل الفريق الاول نهضة الزمامره، ووجد واحد الفريق اللي في المستوى. الجمهور خصو يفهم واحد الحاجه، لان
ما كيجيش السي عبد السلام وكيقول بان السي بلقشور رئيس نهضه الزمامره وكيقول انا غادي نبدل، لا، كيكونوا شي حوايج اللي داخل اللي ما كيبقاوش متحكمين فيها هما يا اكثر، هادشي داخل المنظومه داخل الفريق، لان تعرف البريزيدو ما غيبقاش مع الفريق 24 ساعه على 24 ساعه، خصو يمشي يقلب على موارد، عنده عمل ديالو، عنده بزاف ديال الحوايج، لكن كيكونوا مشاكل داخل المجموعه اللي بكل صراحه هذيك ملي كتولي المشاكل داخل الفريق كيولي واحد الصداع كما كنقولوا بحال هكا، خاصك تبدل. باش تبدل ما يمكنش تبدل اللاعبين كاملين تصيفطهم كيضحيو بالونترينور، لانه راك عارف ملي ما كيتبقاش داك الكونتاكت ديال الاونترينور افيك لي جوار ديالو مع لي جوار ديالو، كتصعب الماموريه، كيصعب العمل وكيصعب الاداء داخل الملعب، وكيصعب باش تجيب نتيجه، سيرتو ملي كيخسر الانسان الماتش الاول والثاني كيدخل داك الدوت اللاعبين، وكتولي صعيب باش تلقى واحد 3 بوان ان بو ريزلتا، صعيب باش تلقاها. بذلك ملي كيوليو هزائم 4-3 كيقول لي خاصو تغيير، وكي اول واحد هو الضحيه هو المدرب. انا شخصيا كنظن بان نهضه الزمامره غاده في واحد، لا من ناحيه التكوين لا من ناحيه الفريق الاول، غادي في واحد النهج اللي هو جد جد محترم. شفنا فريق مثلا لخدينا مثال عرب فريق رجاء بني ملال اللي هو بدل اكثر من 4 أو 5 المدربين في موسم واحد. نهضه الزمامره كباقي واحد 70 ولا 80% ديال الفرق فهمي راه بدلوا المدربين ديالهم، منهم الراجل اللي بدلوا كارتيغون وجا السلامي، فمساله عاديه من النتائج ما كيمشيوش مع الفريق، من الضروري التغيير. لا الحمد لله الفريق نهضه الزمامره غادي بواحد استراتيجيه اللي كيقوم بها السيد الرئيس السي عبد السلام بلقشور، واحد استراتيجيه كبيره، وغادي بواحد المسؤوليه على العاتق ديالو. والان الحمد لله راه كتشوفوا الفريق غادي في المستوى، وغادي كي حقق نتائج جد طيبه، لان رغم ذلك راه كانوا في القسم الثاني وكاينين لاعبين مازال ما عندهمش الاكسبيريونس ديال القسم الاول، يلاه كياخذوا جبنه تعبنا الفريق بلعابه طبعا. لاعبين كبار، عبد الصمد المباركي، ابراهيم البحري، اللي قدروا يبوسيو الفرقه يزيدوا بها القدام. الحمد لله هادشي نيت بانوا المستوى ديال البحري ولا عبد الصمد ولا سميتو اللمطي، بانوا مستوى كبير الحمد لله اللي زادوا بالفريق. ورغم ذلك راه كاينه مشاكل، كاينه ما كاينش موارد ماليه بزاف في الفريق، لان راه كتعرفوا المنطقه هنايا خاص لي سبونسور، خاص بزاف ديال الحوايج، لكن هذا الشيء اللي كنشوفوه في الفريق النهضه راه الحمد لله داك الشيء كثير، ملعب في المستوى، فين كيدربوا الفريق الاول داك الشيء رائع، كياكلوا في لي ريستورون في الكلوب كاملين لي جوار اشاك جور، ما كاينش هذيك كل نهار كياكلوا في الريستورون تما في الكلوب، الحمد لله مزيان. يعني كاين لي كونديسيون ديال ايكيب بروفيسيونيل، كاين لي كونديسيون بزاف كنقول انا، حيت فريق من القسم الثاني يلاه طالع القسم الاول وعنده هاد لي كونديسيون دو ترافاي، الحمد لله راه غادا الامور مزيان الحمد لله. كيقول لك الركراكي وحيد نور الدين وحيد علي لوزيتش، حيت سبق لك جاورتي مع الرجاء، ومن بعد غنجيو حنا جايين المسار ديالك سي فهمي اللي غنتكلموا فيه بواحد الشكل كبير. الان سدوا القوس ديال نهضه الزمامره، نبداو في المسار ديالك، كيفاش بدات الحكايه ديال فهمي مع الرجاء الرياضي؟ حكايه طويله، حكايه ديال الالقاب وديال راك عارف الحمد لله الامور اللي ذكريات اللي ما كتنساش مع فريق الرجاء البيضاوي، الفتره الزاهيه كما كنقولوا، دوزنا
مقابلات كبار، الحمد لله ادينا ألقاب مع فريق أربعة الرجاء الجمهوري، البطولات، كأس عصبة الأبطال، كأس آسيا، كأس أفرو أزياتيك، كأس العرش، الحمد كؤوس لله العرش، يعني الحمد جميع لله. الألقاب اللي قدر شي لعاب يديهم مع شي فريق إفريقي كبير، داهم فهمي مع الرجاء، واللي كيبقى في الذهن ديال الرجاويين، وانت راك كتكون في التيران وكتشوف لي تيفو، هو في مجموعة من الأحيان لي زولترا ديال الرجاء الرياضي مشكورين، كيهزوا التيفو ديالك انت من هزيتي لا كوب في 97 كنظن، في قلب، عفوا في في 97 في 97 مركب محمد الخامس، محمد الخامس، ملي فزتوا على جولد فيلد. اييه هذاك كانت فرحة، وكان جو بونس كان معايا الابن ديالي في الملعب، كانت فرحة كبيرة فاش شفت هذاك التيفو. الحمد لله التاريخ راه ما كينساش الجوار، والتاريخ الحمد لله احنا جزء من هذا التاريخ ديال فريق الرجاء البيضاوي. كنشكرو فريق الرجاء البيضاوي والجمهور ديالو حتى هو اللي بكل صراحة كيعطينا دائما الحب ديالو مع لي زونسيان، لأنه عاشوا واحد الفترة زاهية اللي كانوا فيها واحد 14 لقب اللي في واحد 6 سنوات خدينا فيها شي 14 لقب سيطرت على كرة القدم المغربية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا ألقاب المغربية لا والإفريقية. والإفريقية، وأيضا المنتخب الوطني اللي كان كيطعم بواحد 70 80% وكانوا كيمشيو واحد ديال 8 الدراري، لاعبين نادي الرجاء. كانوا كيمشيو 8 الدراري، 7 تسعود، كنت مشي انا، نزير، باصير، روسي، جرين دو السلامي، واحد 8 ولاد كتبقى الفرقة خاوية كيتريني. يلاه اللي كنمشيو حنا ليكيب ناسيونال كيبقى المدرب مع مع ثمانية لي جون. لعابة ولا 10. فهمي عاود لينا كيفاش جيتي للراجع، هذا هو السؤال اللي بزاف ديال الجماهير لي جينيراسيون اللي ما عاشوش معاك اللي بغاو يعرفوا، حيت ملي كدوي على ليستوار ديال الراجع راه ضروري كتجبد دابا فهمي، كتجبد مستودع، كتجبد كيفاش جا فهمي للراجع، هذا هو السؤال اللي كيتطرح. الناس خصهم يعرفوا بأن فهمي 100% رجاوي بيور. انا ملي كانت عندي خمس هذه سنين مسألة مفروغ منها فيه. انا ملي كانت عندي ملي كانت عندي 5 سنين في العيد المولد، الناس كيشريو الحوايج ياك، وانا قلت الاب انا قلت الاب ديالي غتشري لي توني خضر وشورت خضر، هذه هذه هي 3 سنين. اللبسه ديالي اللي باغي نلبس انايا، وفيها الربعه، والله العظيم عندي 8 سنين وفيها الربعه. انا دوست الربعة هو الرقم ديالك، هو لو نيميرو فافوري لا ديالك، هو اللي لبستيه في علاش هذيك الربعه؟ لان انا كنت كنبغي دولمي الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه السالي. عبد المجيد دولمي، كنت كنبغي دولمي، فهذاك هذيك النمره كات خديت على قبل دولمي الله يرحمه ملي كنت صغير. دوزت واحد الفتره ديال 17 عام دوزتها في الراجع، دوزت واحد عام ونص في الفئة الصغرى، من بعد رجعت للحي الحسني، لأنه مع الطريق راك عارف باقي حنا صغار المدرسة وداك الشيء، ما صبرتش ما بقيتش. من بعد رجعت للحي الحسني لعبت جينيور عام واحد، لعبت جينيور، كان قال الأب ديالي والوالدة قال لي هنا قريبك حي الحسني تما كتمشي كتضرب الطريق وترجع وهذاك الشيء، اللهم ابقى هنا قريب. من بعد انا مشيت للحي الحسني لعبت جونيور عام، العام الاول والعام الثاني لعبت سينيور ديريكت، كان واحد الفرنسي كان اونترينور فرنسي في الحي الحسني، هو اختارني من الجونيور، قال لهم العام الجاي كون معايا، وبديت معاهم. ملي بديت معاهم بقيت لعبت معاهم واحد عامين في السينيور، وهي باش التحقت بالمنتخب الاولمبي، هو شافوني الرجاء، كانوا 3 الفورم، كان ديك الساعه عزمي الله يرحمه ديال الصطاد، لان لا واحد كان احمر كيكون في حي الحسني هو، يا
كان هو اللي كان باغي يديني سباس، كانت الكوكب وكانت الوداد وكانت الراجا. والراجا الراجا الوداد بحكم الزمراني ودادي رئيس الفريق الله يرحمه، الله يرحمه الزمراني الله يرحمه، كان ودادي هو، وبغى يديني الوداد. جا عندي قال لي والله كاينين 4 الفرق، اشنو الفرقه تمشي ليها؟ قلت ليه انا غادي نختار الراجا. بحكمك كنت راجاوي من قال لي هو الله يرحمه شاد الشيك من عند الوداد. هذه ما عرفش الجمهور، هو راه شاد الشيك من عند الوداد، انا صافي دير راني غادي للوداد. اشنو اللي خلاني ما نمشيش للوداد؟ هو داك الشيك ارجع ليه خاوي. رجع ام بي رجع ام بي ديك الساعه الرجاء. شكون اللي كان في الوداد رئيس ديك الساعه؟ كان مكوار الله يرحمه، كان مكوار جو بونس. مكوار كان عندهم مشاكل الوداد، ما ديك لاصوم ملي جا هو عند الرجاء كعا ملي لقى الشيك ام بي، هو يقول الرجاء قال لهم واش بغيتو؟ قال لهم بغيناه. جاو عطاو الشيك تسويت، مشى دفعو لقى الفلوس وانا مشي الراجل. كما كنقولوا كرة القدم اقدار، كما اي نيمبورت كيل سيكتور كيبقى لو ديستان هو اللي كيلعب دور، يعني الاقدار. شوف كانت كما كنقولوا مكتبه الكراجه تلعب فيها. هذاك الشيء اللي كاين. من بعد بدات هنا. شكون اللي كان المدرب انا ذاك في ليكيب سينيور؟ كان إيغيل الجزائري. كان إيغيل نعم بالضبط، هذا الشيء فهمي نعم تقريبا في 94 94 في 94 وتما راه كانوا غير العلماء في الرجاء انا ذاك اللي لعبتي معاهم. ديك الساعه كانوا لعابه في مستوى، كانت واحد جينيراسيون في الرجاء. كان الغريسي، كان تيجاني، كانوا مشاو هادو خالد مسالي. كانت واحد الفتره، كانت واحد التغيير جذري من فريق رجاء البيضاوي، جاو طلعوا الدراري ديال الاسبوار وركريتاو شي لعابه، شي دراري ومنهم انايا إيغيل صيفط كل شيء، قاعد داكشي الاخر اللي كانوا قبل عزمي والغريسي ومساليك خالد. كانت واحد الجينيراسيون اللي قبل منا. من بعد جينا حنايا، جينا انا باصير، كان معنا استاذ، كان ريمي الزيتوني، كان يدبوش ابراهيم، الزرار بجوج، جوردان، يوسف روسي، مغنيه، سعيد دغاي. لما كانوش هادو معنا لما كانوش معنا لا في باقي ديك الساعه. لا ما كانوش معنا. واحد كتب لك السلامي كان ديك الساعه جمال. لا السلامي ما كانش ديك الساعه ملي جيت انا الراجل. لا هما جاوا من بعد ملي كانوا وقع مشكل مصطفى خليف مستودعوي، ناجي برا قال لك مستودعوي. مصطفى خليف حتى هو. وبدات بديتي ديك الساعه مع ليكيب بريمير، وجو مجموعه المدربين، وكما ذكرنا مجموعه الالقاب، ولكن واحد المباراه تاريخيه فهمي اللي غنجبدوا حيت بزاف كيتكلموا على جاريتا قلت لك عبد الاله بزاف ديال الاجيال عايشتهم في الرجاء الرياضي بحكم دوزتي مجموعه السنوات كما ذكرنا مجموعه الالقاب، ولكن المباراه اللي كيحلم اي رجاوي ولا اي ودادي يعني يلعب فيها هي مباراه الديربي. مباراه الديربي اللي مؤخرا بزاف ديال 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 الوداديين والرجاويين كيتكلموا على الريمونتادا، ولكن الديربي ديال 5-1 بقى في التاريخ، يعني
اكبر حصه اللي عرفات يعني تاريخ الديربيات هو ديال 5-1 ديال اللي فاز بها نادي الرجاء الرياضي، واللي كنت انت لاعب في هذا الديربي. فاحكي لنا على الكواليس ديال هذا الديربي. فهمي ديك الفتره ما بكل صراحه ما كان حتى شي فريق يجي قدامنا، نقولها لك، لانه الوداد ملي جات في ديك الوقت ديال 5-1 ديال 3-0 بعدا في شعبان، وعاد في رمضان 5-1. هذيك الفتره ما كان، بكل صراحه ما كان حتى شي فريق يجي قدام الرجاء، اللي كانوا لاعبين في المستوى الكبير. كان حتى في البونتوش تلقى لاعبين في المستوى الكبير. هذيك المقابله ديال 5-1 يمكن كانت تكون اكثر، لان بكل صراحه ما بغيناش حنا لي جوار، انا نقولها لك هذه باش يعرفوها الجمهور، حنا لي جوار ما بغيناش اكثر من ديك الحصه. كون بغينا اكثر من ديك الحصه غادي 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 نزيدو الماركيو. شكون اللي كان حداك في دار لا ديفونس في داك الماتش؟ ريمي الزيتوني. ولي لي زاريير دروا واريير غوش بدا الحين. كنا هذيك الوقت كنلعبوا مع روغوف، وكان جا محمد، كنلعبوا 3-5-2. كان محمد فاخر هو المدرب في ذاك المباراه. كنلعبوا 3-5-2 اللي خلاها روغوف. من بعد روغوف غيمشي وغيرجع عاوتاني روغوف. كنا كنلعبوا 3-5-2 اللي بصراحه كنا الدراري تبارك الله كانوا هذيك الخطه كانوا كيفهموها بزاف. وقلنا كنا كنلعبوا 3 ديفونسور، انا بكاري وريمي، وكاين الخلفي في الجنب على اليسار، هو هذاك معاهم في الميليو تيران، ديما داخل معاهم في الميليو تيران. كنوليو 3-5-2. اللي شافنا في الاول يقول لك غيلعبوا 4-3-3، مي هي التسويت كنشونجيوها، كتولي في الاول ملي تشوف ليكيب غتقول غيلعبوا 4-3-3، ولكن التسويت حنا كنشونجيوها من التعليمات ديال المدرب 3 كتولي 3-5-2. واش كنتو فهمي قبل المباراه كنتو كتنتظروا تربحوا الوداد يعني بكل صراحه ديك الحصه ديال 5-1؟ وحنا كنا ملي كنكونوا طالعين من تحت طالعين رابحين، حنا ماشي زعما كنقول لك هادشي حيت لا، حيت كان عندنا فريق قوي بزاف، ما كاينش اللي غيقدر ديك الساعه يربحنا. كنا كتبان الخلعه في الوجوه ديال اللاعبين اللي غيلعبوا ضدنا، باين، لانه غير ملي كنكونوا طالعين راه كنشوفوا لي جوار اللي جايين لاعبين ضدنا، الفريق اللي جاي يلعب ضدنا، كنشوفوا في الدراري في وجوههم باين كيسلم عليكم خلوع. لانه بكل صراحه هي فاش نقول لك هذيك ديال 5-1 كانت تكون اكثر. وصلتوا الخمسه قلتوا الله يجعل البركه، كانت تكون اكثر، غير حنا بقينا كنلعبوا لو جو ديالنا ديال الراجل باش يستمتع الجمهور. ما هي كانت اكثر، ما بقيناش كاع باغيين نمشيو للشبكه. ماشي هذا الشيء كنقولوا باش لا، والله العظيم الا الحقيقه هذه، لانه انا كنت وسط الملعب حقيقه. حنا ما بقيناش باغيين نمشيو للماركيو، ولينا ديك الساعه ملي ماركينا 5 ولينا كان بغينا الجمهور باش يستمتع بالكره. هذيك عاوتاني اللي كتجيبها جيتوش وكتبقى هذيك الساعه معروفه ديك الساعه العز ديال التيكي تاكا الرجوي. هذيك كان ايوه عري كيبان لينا في البونتوش، ها كنشوفوا فيه كيقول لنا يلا بداو. يعري هو اللي كيعطيها الحاج يعري، الله يطول في عمره. الله يطول. وبقى بصراحه بقى ديربي تاريخي لاجيال واجيال تكلموا عليه. وكنا كنخلصوا على الديربي، وكنا كنتخلصوا عليه شحال من عام دابا. وهذا حق الله، دابا 95 96 96، دابا حنا قول 2015 10 سنين 2020، قول شي 23 عام ولا لا اكثر، قول شي فوالا شي 27 حتى 30 عام تقريبا دابا شي 7. تبارك الله، 27 تقريبا 27 عام. ايام زينه.
فهمي نمشيو من الديربي نمشيو لثاني لقب ديال في تاريخ الرجاء الرياضي، ثاني لقب افريقي اللي كان اول لقب ديال كقاري مع الرجاء الرياضي اللي هو ديال عصبه الابطال 97 مع المدرب الداهيه واحد الي لوزيتش اللي تما بدات انطلاقه ديالو في التدريب بدايه مع نادي الرجاء الرياضي. فكيفاش جا داك اللقب واللي انت كان لك الشرف كعميد فريق نادي الرجاء الرياضي؟ بعدا باش تكون عميد فريق الرجاء الرياضي راه خص تكون زعما كتستحقها، وانت عبد الاله اللي دوزتي مجموعه المباريات واستحقيتي ديك العماده. فبعدا كيفاش كتكون الامور ملي كتكون عميد فريق الرجاء البيضاوي، ولا سيما في مباراه كبيره في مركب محمد الخامس امام الجماهير وفزتوا بداك اللقب الثاني اللي بقى تاريخي في يعني في عند جميع الرجويه. هذيك الوقيته فاش كنت انا خديت عميد ديال الفينال، راه كان الاول هو مصطفى خالف. كان مصطفى خالف هو العميد الاول، وانا هو العميد الثاني، وكاين عاوتاني من ورايا واحد اخر ما توش ريمي ولا مسودة. في ذاك الوقت كان خالف كان مسيسبوندي جو بونس هو سلامي، وكنت خديت انا العماده، ومن بعدها بقيت كناخذ انا. كان الحمد لله خاصك العماده راه كنعطيوها لواحد الانسان اللي عارف المجموعه وعنده واحد الكلام اللي موزون مع اللاعبين وكيحترموه اللاعبين، وتيكون عنده احترام وكيكون عنده احترام وكيكون ما كيخافش في الملعب مع لي زاربيط ومع هذاك، كتكون عنده واحد لا بريزونس دون الجروب. والحمد لله هذيك لا كوب كما قلتي فاش جا واحد الرجاء هي اللي دارت ليه الاسم دابا. بصح هذيك البدايه ديال كان انا ديك الساعه كان عنده مشاكل لا عقلتها فهمي ديك الساعه قبل ما يجي الرجاء. كان هو كان درب بيزونسون في واحد الفرقه في الدوزيام فرنسا في الدوزيام ديفيزيون ولا ما تروازيام ديفيزيون ولا في الناسيونال ديك الساعه. من بعد جا شد الرجاء هي الانطلاقه ديالو، هي اللي دارت ليه الاسم ديالو، عطاته واحد الحجم اكبر. هو فهمي واش بدا معاكم لي ماتش من الاول العصبه، ولا جا لقاكم ديجا مكاليفين ديجا ديك الساعه لواحد لي تور اللي قربتو توصلوا لا فينال لا لا ما بداش معنا من الاول. لا ما بداش معنا من الاول، جو بونس بدا معنا من الماتش في الجيري جو بونس ديال جوج وقيله فاش بدينا في الجيري لعبنا مع اتحاد العاصمه، كنا لعبنا تما معاهم وجبنا التعادل، هي تما فاش بدا معنا هي فاش كان. شوف كان اي مدرب غيجي في ديك الفتره غيدير الاسم ديالو وغادي يكون، لان حتى اللاعبين اللي كانوا العلماء ديال الكره كانوا العلماء ديال بصح. كنا مع مولدوفا وباش ديروا اربعه البطولات، وفهمي اربعه البطولات متابعين راه على البارسا اللي تدير، راه على البارسا اللي تدير هادشي فهمتي، وسورتو ديك ليبوك كان معنا مولدوفان كنا حنا الاولين ب 12 نقطه، ولكن مولدوفان ما كيلعبش الكره، ما كانش كيفرج وصيفطناه اللعابه صيفطوه كاع، لانه حنا كنبغيو لعاب المدرب اللي يكون عارف التاريخ ديال الرجاء بعدا اولا، لانه حتى ملي غتجي انت مدرب واحد الفريق خصك تعرف التاريخ ديال الفرقه، اشنو واش من سيستيم كيلعبوا واش من لو جو كيلعبوا، باش ما تجيبش هذاك السيستيم ديالك نتايا اللي حنا ماشي ما معولينش عليه في الرجاء. الرجاء معروفه عليها الكره خصها تحط الارض ما تطلعش الفوق، خلاها اوسكار قال لي شاف واحد كيف الزع الفوق واحد اللاعب ويقول ليه قال ليه كن بغينا نبقاو نفزعوا الفوق كون درناها كاريه ما نديروهاش مدوره، قال لي درناها مدوره باش تمشي في الارض، قال لي كون بغينا نبقى في الفوق غادي الكره تصوبات كاريه هي في الاول ديالو. لا اوسكار اللي كان كيعرف ليتيكات ديال الرجاء زعما كان تماشى مع السيستيم ديال الرجاء،
هلا اوسكار كما كنقولوا تزاد رجاوي، لا دين ديالو يعني طريقه اللعب، طريقه هذا عاد باش زاد اكد يعني المقوله ديال التيكي تاكا، المقوله ديال شحال من حاجه اللي كانوا جمهور رجاوي تيبغيو يشوفوها في ذاك ليبوك. غير نرجعوا ديال المقابله ديال 97 ديال الفينال ديال ضد جول فيلدز، كنا حنا هذاك الماتش بعدا ضيعناه ليه عندهم. شحال كان سكور فلالي؟ فلالي كان 1-0 ربحوا لكن ضيعنا بزاف، كنا خسرنا الهيب 1-0 ضيعنا بزاف، كنا نربحوه تما. راك عارف ملي جينا هنا الفينال في كازا الرجاء جمهور، خاص هذاك لاكوب تبقى هنا في الفريق، وكانوا عندنا دي بليسير وكان عندنا لي فيكتيف قليل. كنا حنا دخلنا هذاك الماتش دخلنا بشي 14 جوار 14 جوار، حتى كانوا عندنا لي بليسير بزاف، وتزاد عمر الجاري كان حتى هو بليس علينا نهار الخميس، وحنا عندنا الماتش نهار السبت، داوينا غير بالزز. والحمد لله كان واحد مقابله اللي في مستوى، كنتمنى من الرياضيه تنقل لنا هذا الماتش هذا تعاودوا لنا، لان حتى كان واحد الكونديسيون فيزيك فيه بزاف، كانوا هما دوك البولتيز كيضربوا بزاف دي بيلانتي اللي ما تسيفلاوش، لكن الحمد لله بقينا صامدين حتى جبنا حتى ماركينا البيت، ومن بعد دزنا لي بيلانتي اللي ما حشمناش فيهم الله. كنت تريت انا نتاخر، كان مصطفى الشاذلي في اوج العطاء ديالو فهميت هو الشاذلي تبارك الله، الشاذلي كان في المستوى، وكان في مستوى لقى لا ديفونس القاين ديفونس لا ديفونس كنتو مزيان وي اكزاكتومون، حيت ان كارديان دو بوت سون ديفونس ني با ان كارديان دو بوت، خص ضروري لا لين ديفونسيف تكون سوليد فهمتيني، وانت راك ادرى المساله. الا رجعتي الاحصائيات ديال 95 96 97 98 99 2000، الا مشيتي الا شتي الاحصائيات ديال لا ديفونس ديالنا شحال كتاخذ من بيت، راه كان احسن ديفونس كتخرج 6 متابعه، ما كناخذوش البيوت بزاف فهمي. دازو معاك بزاف ديال لي ديفونسور كما ذكرتي ريمي زيتوني، مجموعه ديال لي ديفونسور عبد اللطيف جريندو، يعني مجموعه ديال لي ديفونسور اللي لعبوا بجانب عبد الاله فهمي. شكون هو الديفونسور اللي بقى اللي كان عندك به علاقه مزيانه اللي كنتو اللي كانت يعني المفاهمه كدوز بينك وبينه غير بالنسبه لجريندو؟ راه ماشي ديفونسور باش يعرفوا الجمهور الرجاوي، جريندو ستا ميليو ديفونسيف، يلعب وسط ميدان دفاعي، وسط ميدان دفاعي. جريندو كمل الكارير ديالو في الفراجة ديفونسون سنترال، مي الديفونسور اللي دار في الراجة في ليبوك ديالنا هو كان ريمي اللي كنت كنلعب انا وياه، كنا روسي كان في المنتخب كريح في البونتوش، راه كانوا لعابه اللي كيريحوا في بونتوش وكيعيطوا عليهم ليكيب ناسيونال في الراجا في ديك الوقت. لكن بلي بار لي ماتش اللي دوزت انا وريمي، اكثريه انا وريمي اللي لعبنا في اللاكس. من بعد علاش جا طالع صغير ديك الساعه، كان مشى بريطاي ومشى بريطي، مشى لطنجة بريطي عاد شهر شهر حتى طون زون طون كنلعب، بعض المرات كنلعب انا وروسي. من بعد فجأة طلال رجع ولينا كنلعبوا حنا ثلاثة مع اوسكار انا وريمي وطلال. من بعد انا مشيت للاوروب وبقى طلال هو وريمي في ديك الساعة. من بعد ريمي واقيلا حتى هو كيترك لو مشى الريجي واقيلا. قولي افهمي، وهذاك هذاك باش ما تفوتنيش فرصه باش نهضروا شويه على واحد الي لوزيتش اللي هو مدرب المنتخب الوطني الان الاول، فواش يعني كيفاش كان هذاك المدرب، حيت حقق حتى هو بقى الاسم ديالو في التاريخ بحال اوسكار بحال رابح سعدان بحال المدربين اللي شرفوا على الرجاء واللي داو القاب،
فكيفاش كان التعامل ديالو مع اللعابه؟ واش فعلا كان صارم؟ حيت كيهضروا عليه تيقول لك مدرب صارم، مدرب هذا. فكيفاش كان، وكيفاش كان علاقتك الشخصيه معه؟ انا عرفت كانت عندك علاقه خاصه مع واحد. سي فري، حتى في فرنسا كانوا كيهضروا عليه بحال هكا، كانوا كيهضروا عليه كيقول لي هو، كانوا كيقولوا عليه سولدا. كانوا داروا في لي غينيول ديال كانال بليس وداك الشيء كيهضروا عليه بانه شويه سيفير مع لي جوار ديالو، مع هو تري ديسيبليني، تري ديسيبليني في لي كونطريمون ديالو، في لي فيستير، في الفيستير، في الاوتيل، تري تري زعما ديسيبليني، ما نقولوش سيفير، ديسيبليني. هو كان عزيز عليه العمل المتقون، ملي كيبدا معاك لي زونطريمون خصو تكمل في المستوى، وكان كيحكر بزاف على لي جوار، لانه واحد جاب شي حوايج جداد اللي حنا فهمناهم، جاب شي حوايج جداد للاعبين، وكانت ريزلطة معاه. هذا هو كما الناس كتستغرب الواحد، مي رغم هذا الشيء هذا راه عنده ان بون كور، ماشي قلبه طيب بزاف وسونسيبل، يقدر يتفقع دغيا ويقدر يبكي دغيا، لانه حتى هو ما دوزش غير شويه، دوز في البوسنه، راه دوز حرب، دوز مشات للدار ديالو، مشات للريستورون ديالو، مضروب بقرطاس كاع، مضروب بقرطاس في رجليه، دوز الراسيزم في فرنسا، لانه واحد جاي من بوسنه باش يلقى راسو. مي الحمد لله راك كما قلت لك، الانطلاقه ديالو بدات من الرجاء، وتقاطاش بالكلوب ولا كيبغي الرجاء بزاف، ومن بعد مشى الليل، مشى الليل دوزيام ديفيزيون العام، والعام جاي العام الاخر اللي غادي العام الاخر اللي غادي نلتحق به انا هي فاش غنطلعوا للبريمير ديفيزيون. كان لعبتي معاه في ليل ياك فهمت؟ وي لعبت معاه في ليل، اه 4 سنين. اذا كانت علاقه خاصه مع هذا الاطار هذا. وهو اللي اختارني، هو اللي اداني لفرنسا كما نقولوا. تباصير ياك كان وراء جلبته صلاح الدين باسير. وي تصالح الدين، وي تصالح الدين كان جلعب معنا عام واحد شامبيونز ليغ، فاش كنا تأهلنا شامبيونز ليغ جلعب معنا عام واحد ومشى صالح لعب معنا عام. وصراحه هو اي كلوب كيمشي ليه كيخلي لاطاج ديالو وكيخلي تاريخ في ديك البلاصه. دابا بحال الليل تم على المنتخبات، تم على المنتخب ديال الكامل، الجمهور ديال الليل كامل، تقول لي شكون اعز فمي كونيكسيون عندي ولا عندك؟ وقال عندنا بجوج، ها كنسمع كذا. الا كانت غتكون عندي غير هنايا. انا كنسمع قلت لك. ومن بعد ما دار واحد دار في الليل، دوز فترة كثيرة بزاف، ومن ثم بدات الانطلاقة ديالو، مشى لباريس سان جيرمان، مشى لطير، مشى لنونت، مشى شد لي دوطخ لي سيليكسيون كوت ديفوار، شد لالجيري، منتخب الجزائر لي دوز ولا كوب. قول لي فهمي، كي دايره العلاقة الآن مع ملي جا المغرب؟ واش كانوا اتصالات بينك وبينو؟ كيفاش؟ وي وي وي، ملي جا المغرب اتصلنا وتكلمنا وهضرنا. سي نورمال، الواحد انسان اللي دوزتي مع تراكشيره في فرنسا ولا في الرجاء، سولني على الوضعيه، على بزاف ديال الحوايج. وانت كتبدل الان غيعطي اضافه مع المنتخب الوطني المغربي، زعما الراي ديالك فيه لحد الان والنتائج اللي محققها؟ ما لعبش مباريات بزاف، ولكن النتائج حتى الان
انت كمغربي اولا راضي على واحد أليلوزيتش. هو كيبغي الصبر و واحد الحاجه ما غيقدر حتى شي واحد يتدخل فيه. انا نقولها له ده واحد الشخصيه قويه بزاف، ما غيقدر حتى شي واحد يتدخل فيه، و غير شويه الصبر غادي يعطيهم، منتخب في المستوى. لانه كاع هذوك اللي راك عارف هو ما عزيزش عليه، دوك لي جوار اللي كيفريميو بزاف واللي جاي لاعبها زعما كنقولوا داك هو داك الشيء. كانوا بزاف على هذا النوع في عهد ايرفي رونار، واللي فيهم حرب لاعبي المحليين واللي هو كيطير على داك الشيء، ما يخليش شي واحد بحال هكا خطا. الى هو رونالدينو حطوه في البونتوش باريس سان جيرمان، لعب معاه حتى طلال القرقوري كنظن في ليبوك في وي وي فهمي عاود لينا مع على التجربه ديالك مع ليل. يمكن انت من اللاعبين المغاربه القلال اللي جيتي من البطوله وطنيه من فريق مغربي، يعني ديك الساعه كما كتعرف راه كانت البطوله اماتور، ما كانتش بحال دابا بطوله بروفيسيونيل. جيتي من كما كنقولوا من الاماتوريزم طلعتي للبروفيسيوناليزم، لعبتي في اعرق الانديه، شاركتي في اكبر المسابقات الاوروبيه ولا احسن مسابقه اوروبيه اللي هي كاس عصبه الابطال الاوروبيه. فكيفاش كانت التجربه ديال ليل مجموعه السنوات لبستي براسارد كابيتان، يعني خليتي اسم فهمي بقى مرتبط مع الجمهور، بقى الاسم ديالك بقى في تاريخ نادي ليل الفرنسي. الحمد لله، هذا من فضل الله. اي فريق كنمشيو ليه الحمد لله، والا كيحقق نتائج، وكان التاريخ ديالنا كيبقى في الكلوب. بصراحه الاول كنت كان عندي عده بروبوزيسيون من دوت كلوب في اوروبا اللي كانت نونت اللي كنت تفاهمت معاهم، مي كان واحد وقع واحد المشكل اللي خصو يعرفوه الجمهور المغربي. كان وقع واحد المشكل لانك تغادي انا النونت، ولقيت واحد مغربي هو اللي وقف ضد هاد الصفقه باش ما نمشيش النونت. من بعد هي فاش نادى عليا وحيد قال لي واش تبغي تجي تلعب في الدوزيام ديفيزيون فرنسا في ليل؟ نجي با بروبليم. قال لي حنا راه عندنا طموح باش نطلعوا للبريمير ديفيزيون، ما غاديش نبقى في الدوزيام ديفيزيون، بغينا هاد العام غنطلعوا. الحمد لله ملي التحقت فريق ليل اول عام طلعنا البروميير ديفيزيون، طلعنا البروميير ديفيزيون بواحد 84 نقطة اللي كانت ديك الساعة حطمنا الروكور جو بونس. واقيلا يلاه دابا شي عامين شي فرقة في الدوزيام ديفيزيون اللي طلعت البروميير ديفيزيون اللي حطمت هذاك الرقم اللي حنا طلعنا به. من بعد طلع لعبنا من ليغ 2 ليغ 1 لعبنا في ليغ 1. راك تعرف الجمهور ديال الليل الحمد لله والمدينه كامله فرحات بالصعود ديال الفريق ديالها. كانت واحد الفرحه واحد البهجه على المدينه كامله الحمد لله. اللي فرونسي كيبقاو عاقلين على هاد الذكريات. الحمد لله طلعنا لعبنا اول عام في الليغ 1 كنا غنديو الشامبيونه. ملي طلعنا الليغ 1 هذاك اول عام لينا الليغ 1 كتعرف بان جاو دي سبونسور، جاو ناس اللي بغاو يشدوا الكلوب. جا ليغ دايون، هو وفرانسيس غاي اللي كاين دابا في اوكسير، جاو شدوا الفريق بجوج هما بغاو انفيستاو في الكلوب ديال الليل. الحمد لله هذاك العام ما خيبناهمش، لانه من هذيك الفتره هما فاش داروا الفلوس، لانه حتى لعبنا تكلاسينا تروازيامين، لعبنا احصائيات، لعبنا ربحنا بارما باللاعبين ديال الكبار اللي كان الميديا، كان ديفايو، العمروشي، جيتو، كان فري، كانافارو. بارما انا ذا كانت اقوى الانديه الاوروبيه، وايضا في الكالتشو الايطالي اللي كان فرد الفريق اللي كان فرد الوجود ديالو بهذه الاسماء اللي ذكرتها. كان
كنا لعبنا معاهم في ايطاليا وربحناهم 1-0. ملي جينا لعبنا في ليل خسرنا بواحد 1-0 وتأهلنا للشامبيونز ليج. الشامبيونز ليج كنا طحنا مع مانشستر مع لاكورون مع وديك الساعه العلماء ديال الكره في مانشستر يونايتد دافيد بيكهام رايان جيكس بيكهام لورون بلونز بول سكولز فيرون جيجز فانستر روي بارتيز غارديان فابيان بارتيز هذيك الساعه يلا داكوب دي موند مع لي بلو مع ليكيب ناسيونال فرونسي مع 98 هو مشى في 2000 مشى لمانشستر. وكان انا ذاك من اغلى صفقات ديال الحراس المرمى في تاريخ الانديه الاوروبيه. كان عندهم واحد فريق اللي خطير جدا. احنا كنا صراحه ملي طحنا مع المانشستر ولا كورون وباناتيانكوس ديال اليونان قلنا احنا صافي راه مانشستر غنمشيو لعندهم غناخذ واحد 5-6. لكن الحمد لله بالعمل ديال الوحيد عطانا واحد الخطه اللي دخلنا بها ماركو علينا في الدقيقه 92 ماركو علينا بيكام 1-0 خسرنا معاهم بواحد في اولد ترافورد. ولعبتي ضد نيبتياك في ذاك المباراه اللي لعبتي ضد كان نيبتي ديك الساعه هو كيشغل خط الدفاع ديال ديبورتيفو لا كورونا لعبنا الدواوي لعبنا الدواوي. قلتي لي المباراه كنا كنتكلموا على مباراه ديبورتيفو لا كورونا وتكلمت قلت بان يعني شوف المستوى ديال كره القدم المغربيه فين كان ديك الساعه يعني اغلى كؤوس الاوروبيه هي كاس عصبه الابطال للتشامبيونز ليغ. جوج انديه نادي كيلعب فيه عبد الاله فهمي كاتيتولير وكان كابيتان ديكيب ونادي الاخر كيلعب فيه نور الدين نيبت كاتيتولير ومن بعد كان كابيتان ديكيب. يعني شوف المستوى ديال الساعه البطوله الوطنيه المغربيه شنو كانت كتجلب. هذا لا شك فيه لانه البطوله كانت في ذاك الوقت الصراحه كانت كوره كان ريتم كان ما نكذبوش على عباد الله. دابا اللي سولتي لا جينيراسيون ديال اللي تفرجات راهم في العمر ديالنا تفرجوا فينا تفرجوا وشافوا المستوى ديال دابا من غير الراجل اللي كتلعب المستوى ديالها وبعض الفرق اللي اما البلي بار وكل صراحه مازال مستوى ديال الكره القدم بزاف. اذا كمل لي داك لا تشامبيونز ليغ مانشستر يونايتد كما قلتوا لي انهزمتوا معاهم في اخر ثواني المقابله وضد ديبورتيفو كيفاش كانت المقابله وشنو كانت النتيجه ديك الساعه ضد زميل ديالك اللي كان في المنتخب الوطني اللي هو نور الدين نيبت. كنا لعبنا عندهم في لاكورون تعادلنا 1-1 وعدنا في ليل تعادلنا 1-1. كانت مقابله شويه كانوا عندهم لاعبين في مستوى حتى هما كانت عندهم فرقه اللي كانت فاش كدات البطوله في ذاك الوقت كانوا لاعبين في المستوى عند لاكورون. الحمد لله خرجنا من هاد من هاد شد الافلام كتسمعني كتسمع. الحمد لله هاد الشامبيونز ليغ خرجنا منها الحمد لله بواحد الشرف ماشي كنا كارثيين لانه ما يمكنش فريق يجي من الدوزيام ديفيزيون يلعب في الليغ 1 ومن بعد يتكلاس تروازيام ويلعب الشامبيونز ليغ. الحمد لله لعبنا الشامبيونز ليغ ومشينا للويفا تكلاسينا تروازيامين ومشينا للويفا. الماتش الاول مع مانشستر خسرنا معهم بواحد 1-0 في اولد ترافورد. جاو لعدنا الليل تعادلنا 1-1 ربحنا باناتيانيكوس بواحد 3-1 وخسرنا معهم في ماتش المهم جبنا 6 بوان
7 بوان في هاد في هاد في هاد البول هادي اللي كان فيها مانشستر ولا كورو اللي كانوا هما المرشحين الاولين باش يدوزوا الاحصائيات. احنا مع في الويفا طحنا مع دورتموند. دورتموند ديك الساعه مانشستر في هذاك الموسم هما اللي داو الشامبيونز ليغ لما ما خانش مانشستر يونايتد في هذاك الموسم هما اللي داو لا الشامبيونز ليغ. هما اللي داو هما بقاو هما وريال مدريد جو بونس. لا مع البايرن، مع البايرن واقع مع البايرن، مع البايرن ملي كانوا رجعوا عليهم في السكور. ما عرفتش واش هذيك هي ديك لا سيزون ولا من بعد. كنا مع من بعد لعبنا مع 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 دورتموند. دورتموند راك عارف هذيك هذيك الوقيته شكون فيها، فيها ليمان الغارديان اللي فا برونز فال فال فا غير الطوب حتى هما واحد الملعب عندهم حتى هو سلامة. نجوم نجوم كرة القدم. كنا درنا واحد لواحد في ليل ومشينا عندهم التيران الملعب ديالهم تعادلنا 0-0. كلتحقوا بنا في اللايف سي محمد الحاج وسفيان العلودي اللي كنحييهم من هذا المنبر هذا. ديمو دابا راه غيكون مؤطر دابا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى له حد موفق حتى هو دوز مجموعه من السنوات في الرياضه ان شاء الله. وسفيان العلودي حتى هو مبروك مبروك عواشرك خويا، مبروك عليكم هذا الشهر انت والسيمو والحاج، الله يدخله عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله، والله يوفقكم في المسار ديالكم اللي غادي تتبعوه ان شاء الله. قلت لك من بعد التجربه في ليله فهمي كانت تجربه في ستراسبورغ لما كنت مشيت ستراسبورغ. وي شحال شحال دوزتي في ستراسبورغ ديك الساعه؟ دوز دوز اون في ستراسبورغ. كنا دينا شامبيون دينا كوب دو لا ليغ معاهم. دينا كوب دو لا ليغ في 2005. لا 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 ليغ ديال كوب دو لا ليغ. يعني كانت تجربه كبيره في في في, في الانديه الفرنسيه واللي استفدتي منها فهمي. الحمد لله الحمد لله كانت تجربه زوينه بزاف، واي لاعب كيطمح يكون يلعب في في اوروبا بكل صراحه، لانه حتى ريتم خور مونتاليتي اخرى فري فري بروفيسيونيل فري فري. لما اللي كنقولوا بروفيسيونيل فري بروفيسيونيل كتعيشوا في اوروبا بكل صراحه بزاف ديال الحوايج. الناس الناس بكل صراحه فايتينا فايتينا في في هذا الشيء ديال سيرتو في الفوتبول بزاف. دوينا دوينا على التجربه ديالك الاحترافيه، دوينا على التجربه ديالك مع الرجاء الرياضي، بقى لنا المنتخب الوطني باش نختموا. كيفاش كانت التجربه ديال عبد الاله فهمي اللي جاور المنتخب الوطني لمجموعه من السنوات، كيفاش كانت التجربه ديالك مع المنتخب الوطني المغربي؟ الحمد لله التجربه ديال مع المنتخب راك عرفتي متذبذبه، ماشي داكشي اللي كنت باغي انايا، مي الحمد لله ساهمنا حتى حنا حملنا القميص الوطني المغربي لاي لاعب كي كيطمح ليه. ادينا مباريات في المستوى مع المنتخب اللي كانوا لاعبين حتى هما في مستوى، ما كانوش القاب مي كانت كره كانت فرجه. كان الجمهور المغربي كي ينتظر هذوك المقابلات ديال المنتخب بشغف، وباغي واحد كتب ليك باغي يتفرج في المنتخب. واحد كتب ليك للاسف فهمي ما خداش حقه في المنتخب. عبد الله وي قلت لك واحد كتب للاسف فهمي ما خداش حقه في المنتخب. كونيكسيون هذه واقيله كنت قلت لك واحد كتب بان فهمي عبد الاله ما خداش حقه في المنتخب. هو سيفري هو سيفري. شوف حضرنا لشي حوايج اللي
بكل صراحه خايبين بزاف المنتخب. حضرنا شنا شي تصرفات وشي حوايج اللي كارثيه. بكل صراحه شنا شي حوايج اللي ما بغيتش نجبد شي لاعبين اللي كانوا في المنتخب. صراحه كان شي حوايج اللي صوابا ما بغيتش نذكرها، خايبه بزاف. وعلى ايين كتبقى تجربه في مسار اي لاعب، يعني كتكون شرف لاي لاعب يحمل قميص المنتخب وقت ما تحت الفرصه. وحنا حتى فهاد لا جينيراسيون الاخرى راه شفنا المشاكل اللي عاشوا مجموعه اللاعبين لعبد الرزاق حمد الله، لمجموعه من اللاعبين. فدائما في تاريخ المنتخبات ماشي غير المنتخب المغربي، دائما تيكونوا مشاكل عراقيل، لا سيما اللاعب المحلي اللي كيكون متالق في البطولات الاوروبيه. كتعرف خويا طلال، خويا طلال، وي كنسمعك. الفوتبول كرة القدم كما كنقول استا موند بوري، ياك اخويا. سي فري tu as tout à fait raison. سي فري. و كندوزو مراحل اللي صعاب في الحياة، وهذه في الكرة بزاف ديال الحوايج اللي كتولي الانسان انت عندك الرزق ديالك عاد جايبو لك الله بانك غادي تمشي لواحد الفرقه اوروبا، وملي كيولي واحد مغربي كيحرش عليك وكي هذاك ولكن ما غاديش هنا على مستوى الاراده ديال الله سبحانه وتعالى والقوه ديالو، ولكن شوف والارزاق ما كتبش لك الله تلعب في نونت، لعبتي في ليل، مشيتي للتشامبيونز ليغ، يمكن داك الباركور اللي كنتي غدير في نونت ما كانش غيكون هو الباركور اللي درتي في ليل واللي خليتي الاسم ديالك. وانا شخصيا تنذكر رئيس السابق ليل جا للمغرب في مجموعه من المناسبات وكيجي يشوف فهمي وكيتكلم معاه، وانا باقي كنتذكر جبتيه كاع لاحد المقابلات ديال نادي الرجاء الرياضي، وايضا واحد الي لوزيتش اللي درب الرجاء ودرب ليل واللي باقي لحد الان تما كما كنقولوا الواحد ملي كيمشي راه كيخلي بلاصتو الحمد لله مزيانه، لا في الفريق الام ديالو لا حتى في الانديه اللي كيمارس فيها على الصعيد الاوروبي. على كل حال الحمد لله، وكنشكرك فهمي على كل هاد قربتينا من مجموعه من المحطات ديال التجربه ديالك الحافله بالانجازات والحافله بالالقاب، ويعني كان الحوار معك شيق جدا. كلمه اخيره للجمهور المغربي والجمهور الرجاوي اللي دائما كيساند عبد الاله فهمي، وما نساوش الفرقه ديالك الان نهضه الزمامره والجمهور ديال نهضه الزمامره، وشنو كتواعد هذه الجماهير؟ اول حاجه هي كنشكر الجمهور المغربي عامه والجمهور الرجاوي. عليكم هذا الشهر الكريم، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة، وكنتمنى مزيد من تألق الفريق ديالي نهضة الزمامرة اللي كنشتغل فيه الآن، وكنتمنى حد موفق إن شاء الله الفريق الرجاء البيضاوي في أيام في المباريات المقبلة إن شاء الله. والله يبعد علينا هاد الوباء، الله ينجي جميع المغاربة. وكنشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله على البادرة الطيبة اللي دارها مع الشعب المغربي الحمد لله. وكنقول للمغاربة كاملين بقاو في ديوركم، وان شاء الله هاد الجائحه راها غادا تدوز، والحمد لله ترجع الايام كما كانت من قبل ان شاء الله. سي فهمي شكرا، وشرف لنا هذا تحاورنا معك اليوم، وان شاء الله نستقبلوك في الباقي مواعيد ان شاء الله. شكرا فهمي. ان شاء الله شكرا خويا طلال.
الاله فهمي اللي غيلتحق بينا بعد قليل. كنا كنتكلموا على المباراه الشهيره اللي جمعتهم امام فريق ديبورتيفو لا كورون. انا ذاك مني فهمي كان كيلعب مع فريق ليل الفرنسي. الاله مشكل كونيكسيون. اذا كنت قلتي لي المباراه كنا كنتكلموا على مباراه ديبورتيفو لا كورون وتكلمت قلت بان يعني شوف المستوى ديال كره القدم المغربيه فين كان ديك الساعه. يعني اغلى كؤوس الاوروبيه هي كاس عصبه الابطال لا تشامبيونز ليغ. جوج انديه, نادي كيلعب فيه عبد الاله فهمي كتيتولار وكان كابيتان ديكيب, ونادي الاخر كيلعب فيه نور الدين نيبت كتيتولار ومن بعد كان كابيتان ديكيب. يعني شوف المستوى ديال الساعه البطوله الوطنيه المغربيه شنو كانت كتجلب. هذا لا شك فيه لانه البطوله كانت في ذاك الوقت الصراحه كانت كوره, كان ريتم, كان ما كذبوش على عباد الله. دابا اللي سولتي لا جينيراسيون ديال اللي تفرجات راهم في العمر ديالنا, تفرجوا فينا, تفرجوا وشافوا المستوى ديال دابا من غير الراجل اللي كتلعب مستوى ديالها وبعض الفرق اللي اما البلي بار. وكل صراحه مازال مستوى ديال الكره القدم بزاف. اذا كمل لي داك لا تشامبيونز ليغ. مانشستر يونايتد كما قلت لي نهزمتو معاهم في اخر ثواني المقابله, وضد ديبورتيفو كيفاش كانت المقابله وشنو كانت النتيجه ديك الساعه ضد زميل ديالك اللي كان في المنتخب الوطني اللي هو نور الدين نيبت. كنا لعبنا عندهم في لا كورون, تعادلنا 1-1 وعدنا في ليل تعادلنا 1-1. كانت مقابله شويه, كانوا عندهم لاعبين في مستوى حتى هما, كانت عندهم فرقه اللي كانت هي فاش كدات البطوله في ذاك الوقت, كانوا لاعبين في المستوى عند لا كورون. الحمد لله خرجنا من هاد الحمد لله هاد الشامبيونز ليغ خرجنا منها الحمد لله بواحد الشرف. ماشي كنا كارثيين, لانه ما يمكنش فريق يجي من دوزيام ديفيزيون يلعب في ليغ 1 ومن بعد يتكلاس تروازيام ويلعب الشامبيونز ليغ. الحمد لله لعبنا الشامبيونز ليغ ومشينا للويفا, تكلاسينا تروازيامين ومشينا للويفا. الماتش الاول مع مانشستر خسرنا معهم 1-0 في اولترافورد. جاو لعدنا الليل تعادلنا 1-1, ربحنا بانيتيانوكوس 3-1 وخسرنا معهم في ماتش مهم. جبنا 6 بوان في هاد البول هادي اللي كان فيها المانشستر ولا كورون اللي كانوا هما المرشحين الاولين باش يدوزوا الاحصائيات. احنا مع في الويفا طحنا مع دورتموند ديك الساعه. مانشستر في هذاك الموسم هما اللي داو الشامبيونز ليغ, لما مانشستر يونايتد في هذاك الموسم هما اللي داو لا تشامبيونز ليغ. هما اللي داو, هما بقاو هما وريال مدريد جو بونس. لا مع البايرن, مع البايرن واقع. مع البايرن ملي كانوا رجعوا عليهم في السكور, ما عرفتش واش هذيك هي ديك لا سيزون ولا من بعد. كنا مع من بعد لعبنا مع دورتموند. دورتموند راك عارف هذيك الوقيته شكون فيها, ليمان الغارديان اللي فا برونز فا غير الطوب حتى هو معايا واحد الملعب عندهم حتى هو سلامه. نجوم كره القدم. كنا درنا 1-1 في ليل ومشينا عندهم التيران الملعب ديالهم تعادلنا 0-0.
كلتحقوا بنا في اللايف سي محمد الحاج وسفيان العلودي اللي كنحييهم من هذا المنبر هذا. سيمو دابا راه غيكون مؤطر دابا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى له حد موفق حتى هو دوز مجموعه من السنوات في الرياضه ان شاء الله. وسفيان العلودي حتى هو مبروك مبروك عواشرك خويا، مبروك عليكم هذا الشهر انت والسيمو والحاج، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله، والله يوفقكم في المسار ديالكم اللي غادي تتبعوه ان شاء الله. قلت لك من بعد التجربه في ليله فهمي كانت التجربه في ستراسبورغ لما كنت مشيت ستراسبورغ وي. شحال دوزتي في ستراسبورغ ديك الساعه؟ دوز دوزون في ستراسبورغ، كنا دينا شامبيون، دينا كوب دو لا ليغ معاهم. دينا كوب دو لا ليغ في 2005. لا 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 ليغ ديال كوب دو لا ليغ. يعني كانت تجربه كبيره في في في, في الانديه الفرنسيه واللي استفدتي منها فهمي. الحمد لله الحمد لله، كانت تجربه زوينه بزاف، واي لاعب كيطمح يكون يلعب في اوروبا بكل صراحه، لانه حتى ريتم خور، مونتاليتي اخرى، فري فري بروفيسيونيل، فري فري زعما اللي كنقولوا بروفيسيونيل، فري بروفيسيونيل كتعيشوا في اوروبا بكل صراحه. بزاف ديال الحوايج، الناس بكل صراحه فيتينا في هذا الشيء ديال في الفوتبول. بزاف دوينا على التجربه ديالك الاحترافيه، دوينا على التجربه ديالك مع الرجاء الرياضي، بقى لنا المنتخب الوطني باش نختموا. كيفاش كانت التجربه ديال عبد الاله فهمي اللي جاور المنتخب الوطني في مجموعه من السنوات، كيفاش كانت التجربه ديالك مع المنتخب الوطني المغربي؟ الحمد لله التجربه ديال مع المنتخب راك عرفتي متذبذبه، ماشي داك الشيء اللي كنت باغي انايا، مي الحمد لله ساهمنا حتى حنا حملنا القميص الوطني المغربي لاي لاعب كيطمح ليه. ادينا مباريات في المستوى مع المنتخب اللي كانوا لاعبين حتى هما في مستوى، ما كانوش القاب، مي كانت كره، كانت فرجه، كان الجمهور المغربي كي ينتظر هذوك المقابلات ديال المنتخب بشغف، وباغي واحد كتب ليك باغي يتفرج في المنتخب. واحد كتب ليك للاسف فهمي ما خداش حقه في المنتخب. عبد الله وي قلت لك واحد كتب للاسف فهمي ما خداش حقه في المنتخب. كونيكسيون هذه واقيله كنت قلت لك واحد كتب بان فهمي عبد الاله ما خداش حقه في المنتخب. هو سيفري هو سيفري. شوف حضرنا شي حوايج اللي بكل صراحه خايبين بزاف المنتخب، حضرنا شلنا شي تصرفات وشي حوايج اللي كارثيه بكل صراحة. شنو شي حوايج اللي ما بغيش نجبد شي لاعبين اللي كانوا في المنتخب. صراحة كان شي حوايج اللي صوابا ما بغيش نذكرها، خايبة بزاف. هو على أيين كتبقى تجربة في مسار أي لاعب، يعني كتكون شرف لأي لاعب يحمل قميص المنتخب وقت ما تحت الفرصة. وحنا حتى فهاد لا جينيراسيون الاخرى راه شفنا المشاكل اللي عاشوا مجموعه د اللاعبين، لعبد الرزاق حمد الله، لمجموعه من اللاعبين. فدائما في تاريخ المنتخبات ماشي غير المنتخب المغربي، دائما تيكونوا مشاكل عراقيل، لا سيما اللاعب المحلي اللي كيكون متالق في البطولات الاوروبيه. كتعرف خويا طلال خويا طلال وي كنسمعك. الفوتبول كرة القدم كما كنقول استا موند بوري ياك اخويا. سي فري سي فري سي فري، تو 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 ت
وكندوزو مراحل اللي صعاب في الحياه وهذه في الكره بزاف ديال الحوايج اللي كتولي الانسان انت عندك الرزق ديالك عاد جايبو لك الله بانك غادي تمشي لواحد الفرقه اوروبا وملي كيولي واحد مغربي كيحرش عليك وكي هذاك ولكن ما غاديش هنا على مستوى الإرادة ديال الله سبحانه وتعالى والقوة ديالو ولكن شوف والأرزاق ما كتبش لك الله تلعب في نونت لعبتي في ليل مشيتي للتشامبيونز ليغ يمكن داك الباركور اللي كنتي غدير في نونت ما كانش غيكون هو الباركور اللي درتي في ليل واللي خليتي الاسم ديالك. وانا شخصيا تنذكر رئيس السابق ليل جا للمغرب في مجموعه من المناسبات وكيجي يشوف فهمي وكيتكلم معاه وانا باقي كنتذكر جبته كاع لاحد المقابلات ديال نادي الرجاء الرياضي وايضا واحد الي لوزيتش اللي درب الرجاء ودرب ليل واللي باقي لحد الان تما كما كنقولوا الواحد ملي كيمشي راه كيخلي بلاصتو الحمد لله مزيانه لا في الفريق الام ديالو لا حتى في الانديه اللي كيمارس فيها في على الصعيد الاوروبي. على كل حال الحمد لله وكنشكرك فهمي على كل هاد قربتينا من مجموعه من المحطات ديال التجربه ديالك الحافله بالانجازات والحافله بالالقاب ويعني كان الحوار معك شيق جدا. كلمه اخيره للجمهور المغربي والجمهور الرجاوي اللي دائما كيساند عبد الاله فهمي وما نساوش الفرقه ديالك الان نهضه الزمامره والجمهور ديال نهضه الزمامره وشنو كتواعد هذه الجماهير؟ اول حاجه هي كنشكر الجمهور المغربي عامه والجمهور الرجاوي. عليكم هذا الشهر الكريم الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وكنتمنى مزيد من تألق الفريق ديالي نهضة الزمامرة اللي كنشتغل فيه الآن وكنتمنى حد موفق إن شاء الله للفريق الرجاء البيضاوي في أيام في المباريات المقبلة إن شاء الله والله يبعد علينا هاد الوباء الله ينجي جميع المغاربة وكنشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله على البادرة الطيبة اللي دارها مع الشعب المغربي الحمد لله وكنقول للمغاربه كاملين بقاو في ديوركم وان شاء الله هاد الجائحه راها غادا تدوز والحمد لله ترجع الايام كما كانت من قبل ان شاء الله. سي فهمي شكرا وشرف لنا هذا تحاورنا معك اليوم وان شاء الله نستقبلوك في الباقي مواعيد ان شاء الله. شكرا فهمي ان شاء الله ان شاء الله شكرا خويا.